ثم قال سبحانه وتعالى عنهم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هو يقول لهم يا قومي، يتلطف لهم مرتين يا قومي يا قومي، وهذا من التعطف من موسى لهم صلوات ربي، بينما هم يا موسى يا موسى، حتى لا يقول يا نبي الله يا رسول الله يا نبينا يا سيدنا، لا، يا موسى، جلافة، غلظة، قلة أدب مع نبي الله موسى صلوات ربي وسلامه. وهذا يذكرنا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، عندما يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، كل هذا يا أبتي. وماذا يقول له أبوه؟ قال يا إبراهيم، ما يقول يا بني، غلظة وقسوة في قلوبهم، وهنا قلة أدب مع نبي الله موسى كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه، قلة أدب، يا موسى يا موسى، هكذا ينادونه صلوات ربي وسلامه عليه.